شيخ سوري ومجاهد كبير، أحد أبطال الثورة السورية الكبرى عام 1925، وواحد من مقاتلي الثورة الفلسطينية عام 1936. وكان ضمن الوفد السوري في مؤتمر أنصار السلم بفرصوفيا عام 1950. الشيخ محمد الأشمر. ولد في حي الميدان بدمشق، نشأ في بيئة متدينة، قرأ الفقه على يد الشيخ عبد القادر الشموط واتبع الطريقة النقشبندية. خاض الأشمر معركة ميسلون ضد الفرنسيين عام 1920، ثم عاد إلى حوران وقاتل في المعارك ضد الحملات الفرنسية. وحين لوحق نزح إلى الرمثة شرق الأردن، ثم عاد سرا إلى دمشق مع نفر من المقاتلين وشاركوا في معارك الثورة. وبعد انتهائها رجع الأشمر إلى الأردن، لكنه ظل يشارك في مهاجمة مراكز الفرنسيين جنوب سوريا، ثم عاد أخيرا إلى بلاده بعد صدور العفو العام عن الثوار. وما إن اشتعلت الثورة الكبرى في فلسطين، لب الأشمر داعي الجهاد، فدخل فلسطين يتقدم مجاهدي سوريا، وانضم إلى الثوار المحليين والقوات العربية بقيادة فوز القاوقجي. وبعد معارك مشهودة، بلغت الأشمر رسائل من ملوك العرب بوقف القتال، فلم يعبأ بها وثابر على الجهاد. ولما انتهت الثورة انسحب مع جماعته إلى سوريا، لكن قلبه بقي في فلسطين، فالتقى بالمفتي محمد أمين الحسيني خلال زيارته دمشق في حزيران عام 1937، واجتمع بعدد من قادة الثورة الفلسطينية بعد مؤتمر بلودان، ثم رتب لدخوله فلسطين على رأس المجاهدين استعدادا لاستئناف الثورة. إلا أن الظروف حالت دون ذلك، لكنهم مولوا المقاتلين بالمال والسلاح، وأصبحت دمشق مركز إدارة الثورة الفلسطينية. حياة مشرفة ختمها الشيخ محمد الأشمر صابرا مجاهدا في 3 مارس عام 1960، ودفن بدمشق بعد جنازة مهيبة تليق بتاريخه النضالي العريق.